سؤال لو سمحت. اتفضلي. دلوقتي اب جوز بنتين وهو عايز. نعم. اب والد جوز بناته وهو عايز. حضرتك سامعني؟ زوج بناته وهو عايش وبعدين؟ يجهزهم جهاز عالي. ها؟ ليه كتب للولاد ارض مقابل الجواز؟ يعني كان شر ارض في الصحراء فكتب لكل ولد 5 فدادين بما يعادل جواز البنت مرتين. ايوه. فيه غلط في الكلام ده؟ والله هذا لا بأس به عند عدد من العلماء. يعني هناك اختلاف فقط في جزئية واحدة، وهي في الهبات، هل للذكر ضعف الأنثى في الهبة أو يساويها في الهبة؟ قولان لأهل العلم. التصرف الذي فعله الوالد أختاره، لأن الهبات الكبيرة أرى والله أعلم أن الذكر يكون ضعف الأنثى حتى لا يتهرب قوم من الميراث، والله أعلم.